بس أنا المختار هون وأنا اللي لازم تنسمع كلمتي. لك وأنا أكبر تاجر بالحارة وخيري واصل لنص أهل الحارة، بعدين أنا اللي وزني واللي مانتي على أهل الحارة. إيه هذا الكلام ما بيعني إنك تحط راسك براسي يا أبو كاسر. أنا الكبير وأنا اللي كلمتي ما بتصير تنتين، والزعامة من حقي. أنت من طول عمرك تاجر وبتضل برات الحارة وبتسافر، يعني الزعامة مو من مصلحتك. مختار أهل الحارة أهلي وناسي، وأنا أدرى بمصلحتهم، وإذا حدا بيحق له يصير زعيم بعد المرحوم بوجدي هو أنا، لأنه خيري واصل لنص أهل الحارة. الزعامة إلي وما رح تكون لحدا غيري، واللي بيوقف بوشي بده يصير عدوي. ونحنا نسائب وأهل، يعني بنتك كنتي وابني صهرك، وما بدنا نكبر المشاكل أكتر من هيك أبو كاسر. ها خليك بتجارتك وأنا خليني بمخترتي وبزعامتي. عايز أقول لك شعر، حاسس حالي حسيتك لحقته شبنا. الزعامة مو حقر على حدا، الزعامة هي كفو لمين بيستحقها. بعدين أنا ما بتنازل عن الزعامة، لو بتطق لو بتطق عينك ما بتنازل عنها. فمان لك أنت هيك عم تشعل الحرب بين أنت وبكاسرها. لك مو بس بدي شعل الحرب، لك بدي قلب عالية وعطية، لك بدي ساوي زلزال، بدي دمر الدنيا كلها. جماعة قلتك شو نهاية هالخلاف الكدري؟ يعني أنا يلي خايفة منه إنه أخوك يقلب علي بسبب خلافه مع أبي وأخي، وإنتي كمان يصير فيكي نفس الشيء. لا إن شاء الله الله يقدر. أنا مشان هيك جاية أشوفك لك زهرة. شو رأيك نروح لعند أبهاتنا ونحكي معهم، بلكي هيك بيتصالح الوضع والله بيهديهم وبينسوا موضوع الزعامة. أي والله جبتيها يا درية، أنا أبي بحبني كتير وما بيرفض لي طلب، يعني لازم هيك يعمل لي خاطر ويتراجع عن عناده. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. مشي مشي. اسمع قاسم، هن كلمتين ورد غطاهم. أبوك عم يحرمنا من الشراء والبيع، يعني عم بيأذينا كله كرمال معارفه وسلطته على الناس، وهذا الحكي ما بيصير بالمرة، وأنا بعرف ليش هيك عم بيعمل. وإذا كان مفكر إنه نحن نترك الزعامة فبيكون غلطان. نحن منترك كار التجارة كلياته ولا منترك الزعامة؟ طالما قدرانين تواجهوا وتقاتلوا، ليش جاي لعندي؟ جاي تقلي بدي اخذ الزعامة غصبا عنك؟ لا سيدي ما حذرت. لا مو هيك القصة ابدا. انا جاي لعندك لحتى نلاقي حل بيني وبينك، شنو ما حلوة تضل سيرتنا هيك قدام الناس. فمشان هيك بدي اياك تقنع لابوك انه حاجته بلا طمع، يعني اخذ كل شيء. أول شيء اتصل لي لسانه مشان ما ورجيك شيء ما بيعجبك. أبي ما له طمع، أبي من يوم يومه زعيم وأباً عن جد، مو مثل أبوك متعدي عليها تعدي، عم يرشرش لي مصاري هون وهون مشان يحط العالم تحت باطه. فأخي مو ظابطة كل القصة، قل له لأبوك ينضب. ولك إخراس اخراس، احسن ما بلعك لسانك وطق لك جوزة حلاك هلا. لك مد ايدك وورجيك شو قيمتك. ولا لك انا اللي بورجيك. لك انا اللي بورجيك. لك انا اللي بورجيك. اسمع كاسي، هذا اللي صار مو لازم يصير ابدا ابدا، وما بينسكت عليه. توصل الشغله للضرب ما بسمع فيها، ما بسمع فيها ابنه. يا بيطول بالك، وانا كمان رحت على ديوان المختره وبهدلته هنيك وكبرت بالكلام معه كمان. لك لو كان، لو كان يا كاسر. اسمع كاسر، هذا عمك ابو قاسم ما بيكسر ظهره وما بيزله غير دريه بنته. دريه؟ ايه دريه. اسمع كاسر، الدم اللي عم يمشي بعروق دريه هو نفسه الدم اللي عم يمشي بعروق عمه، وعمه روحه من الدنيا درية. لازم نزل له اياها، لازم نكسر له ظهره، يعني لازم نطلقها وما منرجعها الا لحتى يتنازل عن الزعامة. يا ابي شو هالحكي اللي عم تحكيه انت؟ درية ما لها علاقة بالموضوع ابدا ولا تدخلت ابدا. بعدين غير هيك الاولاد ما بيحسنوا يعيشوا من دونها، فالله يوفقك بتضل لي اياها سيرة. رح فضل لك اياها سيرة ولحلا، طلقها ولعها من البيت، وغير هيك ما عندي.
يطلعون الوطاوي يقلعوا البنت ويحرموها شوفت اولادها؟ يا ابي نحن اشتكينا عليهم انه هجموا علينا، وليكو كاسير ملحوش بالسجن صار له اسبوع. ليكون رق قلبك عليهم ونسيت اللي عملوه فينا. والله يا ابي انا شايف كل هالخلاف ما له طعمه. عرضنا عندهم للجماعه وبنتهم عنا، وانا يعني اللي شايفه ما في شيء محرز. على شو عم نتقاتل؟ عالزعامي؟ كلها مو محرزه القصه. اذا كان هاين عليك زل ابوك قدام اهل الحاره وخسارته، روح لعندهم وصير واحد منهم ووقف ضد ابوك. اعوذ بالله يا بي، انا ما بطلع عن شورك. لك ان طلق زهره وخليها ترجع مكسوره لبيت اهلها مثل ما رجعوا اختك وما سالوا فيها. شلون ابي؟ شلون بدي طلقها لزهره؟ للزهره شو عملت؟ من يوم يوم ما واقفه معي، اجي هلا طلقها؟ هذا الحكي كله مو ظابط. اليوم الظهر بدي ارجع ما بدي الاقي زهره بالبيت. يا اما بتطلقها يا اما بتروح انت وياها لعندهم وبتنسى انه لك اب اسمه ابو قاسم. راح جنقنا يا زهرة، هي خسرنا بيوتنا وجوازنا ونحرق قلبنا على أولادنا، وبعدين باينتو هالخلاف بين أبوكي وأبي ما رح يخلص بعمره. أنا براسي فكرة، وإذا عرفتي شلون تنفذيها رح يتغير كل شيء يا دريه. لك إيه إيدي بزنارك، شو هي رح نفذها بحذافيرها؟ امسكي هي الشربة، بس يكونوا أبوكي وأخوكي مجتمعين بتهدديهم وبتقولي لهم إذا ما بيرجعوكي على بيت جوزك رح تنتحري. ايه وبلكي ما ردوا علي. يا ستي اذا ما ردوا عليكي ساعتها بتشربي منها شوي، بس لا تخافي ما حيصير لك شيء. بتقولي لهم انك شربتي السم، يعني اللي رح يصير انه رح تغيبي عن الوعي وتحسي انه بطنك عم يجعك ورح تستفرغي، ومتى ما استفرغتي رح يطلع كل شيء من جسمك. وانا كمان رح اعمل نفس الشيء. طيب حاضر. يلا بخاطرك. يا بي احنا تجارتنا صارت عم تخسر كثير وما حدا عم يفوت لعنا وياخذ منا قماشه وحده. لانه شو؟ لانه نحن انقسمنا نصين. نص من اهل الحاره مع ابو القاسم ونص معنا، والنص اللي معنا ما عم يسترجي يحكي ولا كلمه مع ابو القاسم خوفا لانه هو صاحب السلطه وصاحب المال وصاحب المعارف. مشان هيك أنا بدي ريح راسي وخلص من القصص كلياتها. يا أبي شو بفهم منها؟ بدك تتخلى عني وتصير حليف السلطة وصاحب المال؟ يا أبي صدقني أنا لا عم طلع لا على سلطة ولا على المال. أنا ما عاد بدي شي بالمرة. أنا زلمة بدي أعيش حياتي مثل ما برجع مثل ما كنت، رجع حرمتي على بيتي. لك اولادي، اولادي الشنطته وانا الشنطته، اولاد عرفت شو بدي اعمل. منشان هيك انا بدي اطلع برات هذا الموضوع كلياته. اذا انت بدك تضل انت وابو القاسم تتقاتلوا مصطفي، انا زلمي خلص مليت مثل ما قلت له. رح رجع حرمتي وعيش انا اولادي خير وسلام، لانه انا زلمي لا بدي لا هالسلطة ولا هالمال. بدي أعيش يعني، بدي أعيش وبس. خاطر يا أبي هذا الوضع ما تنسكت عنه بنوه. على شوي كنا بدنا نخسر أختي دريه، وأعطيك إياها من الأخير. أهل الحارة صاروا يشوفونا نحن جماعة مشكلجية، لا عم نحترم القريب ولا البعيد. شعبيتنا قلت وكثرت مشاكلنا، وعندك الباقي يا بي. يعني بدك تستسلم وتوطع قالنا يا قاسم؟ ما عاش اللي وطع قالك يا بي. بس يا بي أنا حابب أقول لك إنه أنا حابب أرجع البيت، شوف حرمتي أقعد مع أولادي وأختي كمان.
حابة ترجع لعند جوزها وولادها. أنا لا بدي مال ولا بدي سلطة يا بي. يلي بيناتنا محبة وقرابة، مشان هيك بدي سامحك، وأنا طالب منك إنك تسامحني ونطوي كل شي بيناتنا. صدقني يا قاصي، كنت جاي أقول لك هذا الحكي، وأنا ما كنت حابب تصير المشاكل بالمرة بيناتنا، ولولا أبوك وأبي إجوا استشارونا بالقصة ما كان صار هيك أبدا. يعني الزعامة ما بدك إياها؟ لك الله وكيلك، أنا بحياتي ما فكرت بالزعامة، بس أنا عم سايره لأبي. ودرية ما بدك ترجع لبيتها؟ لك لكان شو؟ درية بترجع لبيتها ومطرحها، أصلاً البيت ما حلو من دونها. وزهرية ما حلا ترجع كمان. لك زهرية بنت أصلي بحياتي ما بفكر اتركها. لك دخيل ربك يا قاصي. لك بتعرف شو؟ والله ما عم صدق. بحياتي ما فكرت إنه أنا وياك نختلف مع بعضنا. ولك أنا من كتر ما بحبك لك قاصي جوزتك اختي. والله بعرف هذا الحكي اخي. اللي فات بيناتنا الشيطان، والله يلعنه. اي والله الله يلعنه. مزبوط كلامك اخي، مزبوط. وسامحني، سامحني ببوس ايدك. استغفر الله. اسمعك عسير، من يوم ورايح بتشطب لي على كل شيء راح، ونفتح صفحه جديده. انت اخي بعهد الله. لك يا ابني ربك، هذا الحكي يلي بينسمع ما رح نخليكم تكونوا احسن منا. نحن كمان منفهم بالاصول. لك طبعا، ومن قيم قيمه للايام الحلوه والعشره والمحبه، ونحن كمان منكون الربحانين باذن الله. يا الله لا يحرمنا. شرفوا يا بي، شرفوا. شرف يا بي، شرف يا شرفوا.